جود مورنينج لكل المشاهدين. اليوم انا وياكم رح نركز على البايسبس وعلى الترايسبس، رح نركز على الارمز. وانتم بتعرفوا قديش حلو يكون واحد عنده ارمز منحوتين، اذا كانوا شباب ولا صبايا ما بتفرق، ولكن اليوم المظهر الخارجي كمان. احنا بنحكي دائما نفسيا وبنحكي دائما معنويا، ولكن كمان خلينا نطرق اليوم للشكل الخارجي. الشكل الخارجي لما يكون كثير منيح بيعطي ثقه بالنفس كثير عاليه، والثقه بالنفس كثير عاليه بتفتح كثير مجالات قدام الانسان بحي الله مطرح بروح عليه. كثير مهم بركي ما يكون الهدف تبعنا انه نعمل فيزيك جسم كثير كثير حلو وخلاب، ولكن نعمل صحه منيحة، هذا الهدف تبعنا. ولكن ما بيمنع نحن كمان از ريورد، مثل كانه الجايزه اللي بناخذها من وراء التمرين الهارد ورك اوت اللي بنعمله خلال الاسبوع، انه يكون عندنا كمان شكل حلو. رح اشتغل اليوم على البايسبس وعلى الترايسبس. بعرف قديش الترايسبس، موضوع الترايسبس العضلات بخلف الزند قديش موضوع حساس عند الصبايا، بس انا بدي اقول لكم انه هذا الموضوع حساس عند كل العالم. لما ما يكون في تمرين صحيح، لما العضلات ما يكونوا مشدودين والعضلات ما يكونوا قوية، رح يكون في ترهل بمختلف مناطق الجسم. لكن كارديو فاسكولار ورك اوت هو كثير اساس بالتمرين، ويت ليفتنج ورك اوت كمان من الاساسيات بالتمرين. انه ناكل بطريقه كثير صحيحه امر بديهي جدا، انه نعمل ريكفري هي بركي اكثر وحده بننسيها. ريكفري يعني نعمل ستريتشنج، ننام مضبوط ونرجع نريح حالنا مضبوط لنحضر جسمنا لايام تاليه من التدريب. رح بلش مع البايسبس، روح على دمبل سيتد، جرب قد ما فيه كمان نشتغل على سيتد اكسرسايزز. وحتى لو كنت سيتد لازم اكون عم بشتغل على البوستشر تبعيتي، مش لاني سيتد بهمل البوستشر، اجري باراليل. وبعدين بدي احكي عن الشكل الحلو لما يكون واحد عم يتمرن، فرق ما يكونوا الاجرين باراليل او مثلا كل اجر تكون بمحل معين، ما بكون وضعيه الجسم صحيحه وشكل الجسم كمان ما بكون صحيح انا وعم ادي الحركه. مشان هيك اجري باراليل، حط بعضهم، رجع الكتاف لورا، وخليني انا وياكم مع روتيشن دمبل بايسبس كيرل. عضله البايسبس بالقسم الامامي من اعلى الزند العضله ذو الراسين، هالحركه اسمها كيرل، بايسبس كيرل. بعمل روتيشن لانه بيشتغل على العضله من برسنتج مختلفه وزاويه مختلفه. كمان رح اعمل ديفرنت ماسل سوبر سيتس، وهذا التكنيك اللي بتبعه لفرجي قد ما فيها حركات لكم. يعني بعمل حركه للبايسبس وبرجع بعمل حركه للعضله المقابله لها يلي هي الترايسبس. فور مور، واحد، معدة دائما مشدودة هون عم تنفس بطريقة صحيحة، اثنين، ثلاثة، وأربعة. وهون شوف شو عم بصير، بما انه العضلتين بيتقابلوا مع بعضهم، لما اكون عم بعمل كيرل انا هالعضلة عم تعمل كونتراكشن، البايسبس عم تعمل كونتراكشن، بالمقابل الترايسبس عم تعمل ريلاكس. لما انا اعمل عكس الحركة، يعني لما اعمل اكستنشن لورا، الترايسبس عم تعمل كونتراكشن والبايسبس عم تعمل ريليس وعم تعمل ريلاكس. وهون هلا بعد شوي رح فرجيكم بالحركه الثانيه رح اعملها سكيم او صوره بتفرجينا انواع الكونتراكشنز، المسل كونتراكشنز يلي حكيت عنهم هذيك المره بالحلقه السابقه تبعت البايسبس، حكيت عن شيء بيصير اسمه مسل كونتراكشنز، رح نشوفه اليوم بالصوره انا عم بشرح عنهم. بروح على ظهري سوباين بوزيشن، بنتبه انا وعم بنزل لتحت دائما واعي اثناء التدريب، راسي على البنش او على الستب، هيدا وزن خفيف. هيدول المسل كونتراكشنز يلي عم بحكي عنهم، اول وحده بتقول لما ما يكون في نو لما ما يكون في موفمنت هي الايزومتريك، يعني مثبت انا العضله تبعيتي. لما اكون عم بحكي عن الحركه الثانيه اللي هي كونسنتريك، بكون عم بحكي لما الوزن يكون نازل نزول. وهلا رح ارجع اشرح بالبايسبس كيف بتصير. 5 مور 2 3 4 and 5 and 5. بيرفكت، على مهلي شوي لفوق، بحط ايدي هون لساعد حالي لاوقف. لكن كنت عم بحكي عن ايزومتريك، اول شيء لما خلي مثلا البايسبس تطلع لفوق وثبت الحركه، المسل هون البايسبس مسل عامله كونتراكشن ولكن ستاتيك كونتراكشن، ما عم تتحرك لا بطلوع ولا بنزول. لما احكي كونسنتريك انا عم شيل الوزن لفوق، عم تعمل كونسنتريك كونتراكشن. لما اكون وعم نشوف الصوره قدامنا، لما اكون عم بنزل لتحت انا
يعني في العضلة عم تعمل contraction بس عم تعمل eccentric يعني بعكس الوزن، الوزن هو عم بينزل وأنا عم جرب هد الوزن على مهلي. هيدول أنواع contractions لازم تعرفون وبيعملوا occurrence على كل العضلات، ولكن أسهل شيء أنا أشرحها للبايسبس عم بشرح لكم إياها. منجرب قد ما فينا دايما نفهم شو عم بصير بالعضلات أو نفهم شو هي الحركة كرمال نقدر نكون عم نشتغل مزبوط. برجع كمان اليوم تافي لورا، بشد المعدة، اجري بارالال سوا، بطلعهم وبنزلهم. كمان بايسبس هامر كيرل لأنه شكله مثل المطرقة. كمان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. 5 more to go. 1 2 3 4 and 5 and 5. perfect. انتقل لحركة للترايسبس، وبرجع بقولكم الموضوع كتير حساس وبهم الصبايا، كتير يصابوا بالترهل، مش لأنه بس هيدول الترايسبس عند الصبايا بيصير عندهم ترهل أكثر، لأنه بكل بساطة تهمل هيدي العضلة وتهمل هيدي المنطقة لما يكون في غياب تام للرياضة، وخاصة الويت ليفتنج والسترينثنينج والكارديو فاسكولار تريننج والأكل ما يكون مزبوط، أكيد مناطق كل الجسم وعضلات كل الجسم رح تصاب بالترهل وما رح تكون مزبوطة. ثبت إيدي من هون، كوعي هون الأساس لأنه الحركة رح تؤدى من الكوع. بوسع إجري، بثبت كوعي من هون، بشد المعدة مزبوط 10 مرات. 1 2 3 كمان 4 5 6 معدة دائما مشدودة. 7 8 والكوع عالي. 9 10 عم بستعمل الرابر باند، اكسسوري كتير مهم، ولح ارجع اضيف واقول انه وجود الاكسسوارز بالتمرين تبعنا لح يزيد سهوله على التمرين ولح يعطي تنوع، والتنوع بالتمرين بيعطي بكل الاحوال اوبشنز اكثر انه اشتغل على العضله بعده طرق. ثبت الكوع تبعي والحركه من الكوع عم تؤدى ترايسبس اكستنشن، معدة مشدود. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انتقل للباربل، دائما هيت يور ماسلز ان من ماني انجلز، دائما تعاملوا مع العضله تبعيتكم من مختلف المحاور بمختلف الاتجاهات وبيعدوا الطرق بيعدت اكسسوارز. من هون كمان بحملوا الوزن بطريقه صحيحه، بما انه نحن الفقره تبعيتنا بنعلم الكالتشر كلتور الرياضه، لازم كمان نتعلم كيف نشيل الوزن على الارض، كيف نحط الوزن على الارض، كيف ننام على ظهرنا وكيف نوقف على اجرينا. هدول كلهم ترانزيشن ما بين حركه وحركه من ادبيات التمرين، واللي بيتقنهم بطريقه صحيحه مع انه هن اشياء منا كثير اذا بدكم صعبه، لما نتقنهم بنكون عم نكمل السيركت تبع التريننج تبعنا. من هون لكان بستعمل عضلات اجري لشيل الوزن، بثبت كواعي من هون لكن كونسنتريك أب لفوق، إكسنتريك نحن ونازلين شوي شوي لتحت مثل ما قلت، وإيزومتريك لما نثبت هون. هلا رح أشتغل عادي من هون، 1 2 3 4 5 6 كمان 7 8 9. دائما مسيطر على الوزن أنا. 10 2 more to go. 1 2 perfect. كمان مره لهون رح ارجع السلقه على ظهري لاشتغل حركه للترايسبس مثل ما كنت عم بشتغل على ظهري اول مره، ولكن رح اضيف عليها تفصيل كتير بسيط وهلا رح تلاحظوه شو هو تفصيل بسيط. بيقول انه رح احط روتيشن على الحركه، يعني اول مره كنت عم بعملها للحركه بهالطريقه، مجرد ما اني ثبت كواعي انزل لتحت واطلع. هلا رح زيد تفصيل صغير، بدي اياكم تنتبهوا على وجهكم ما تحملوا وزن ثقيل، لانه بهالحاله وزن ثقيل ما بفيد لتقدروا تسيطروا على الحركه، لانه الكوع
بالهواء وما عنده سبورت. السبورت اللي عم بعملها للحركه هي من خلال معدتي انا، ومن هون بعمل روتيشن، واحد اثنين ثلاثه، معدي مشدوده، اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. كمان بدي اقول لحركة، بننوع بالحركات. حركة للبايسبس رح استعمل الفتنس بول لاعمل سبورت دائما تحت الركبة، لما يكون في كونتاكت مع الارض لازم يكون هذا الكونتاكت محمي والركبة محمية، ما يكون في سبورت كتير قاسي. من هون بثبت جسمي لهون، كمان هامر كيرل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، معدي مشدودة، خمسة ستة سبعة، كمان ثمانية تسعة عشرة، two more to go، واحد واثنين. لاحظين حتى لو الفتنس بول بين ايدي ما في اعمل هيك، ما في اعمل كيرف بظهري، دايما وضعية الجسم بدها تكون اساسية اثناء تأدية حيلا حركة رياضية نعملها. مشان هيك بشيء اسمه نسمع عنه كتير لما نحكي عن رياضيين، عن رياضيين الكبار بنقول جمال الأداء، يعني هن بيرفورمانس بطريقة كتير حلوة، بضيفوا للحركة جمال، وهذا أنا كتير بشدد عليه. لما يكون واحد عم بيتفرج عليكم أنتوا عم تتمرنوا، خلي يكون في عندكم جمال بالأداء، يكون عندكم جمال بالحركة، ما تاخذوا الحركة بس فور جرانتد، يعني تاخذوا الدمبلز تشتغلوا أول شيء على البوستشر تبعيتكم، مثل ما دائما بقول كيف بترجعوا الكتاف لورا، بتجربوا تعملوا بروبر الاينمنت وجود الاينمنت للسباين تبعيتكم، اجريكم باراليل، ركابكم مطعوجين، ولما يجي وقت الاداء كمان لازم تكونوا عم بتادوا بطريقه صحيحه 100%، بطريقه اكوريت 100%، وبطريقه جميله. بمعظم الاحوال لما يكون البوستشر منيح عندكم، الاكزكيوشن كثير منيحه، الاداء رح يطلع كثير واو وكثير منيح. لكن بثبت ايدي هون، بثبت كوعي، بعد البوستشر تبعي جالس، اخر حركه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره last two one and two and two. دمبل على الارض. مشاهدينا انا فكرت بتكون خلصت لليوم، برجع بقول دايما انا عملت واجبة معكم وهلأ صار دور واجبكم مع حالكم. بكرة رح التقي فيكم انا وشادي اللي يكون عنا excellent cardiovascular workout، حضروا حالكم لبكرة، رح انتقل لعند كاتيا ولعند الي هلأ. هاي كيفكم اليوم؟ انا قلت ما رح شوفك اليوم هون، بتكون مشغول هالاسبوع. لا مشغول بس ما في انا اكون بعيد عنكم عن المشاهدين ابدا. This is my priority، اني اطلع كل يوم على الام تي في هي the first priority لإلي. جاهز للبيج ايفنت؟ ايه جاهز، عاملين انه عم نشتغل على اشياء حلوه. انتوا اكيد كل الام تي في، يعني انا ما قدرت اوصل لكل عم احكي، بس كل الام تي في هي عائلتي الثانيه، يعني اكيد لازم تكونوا بالاوبننج نهار السبت من 7 ل 9 بالكاسليك. هيك عم نعمل شيء كيوت اوبننج. شو سميت الكلوب؟ هيت فتنس، هيت تاني هاوس اوف انرجي اند تريننج. مبروك سلف. ثانك يو سو ماتش. بيست اوف لك يا كوتش. ثانك يو سو ماتش، ميرسي كثير، بشكركم انا، بشكركم للدعم المعنوي والدعم اللي دائما بتكونوا عم تقدموا لي. شو عندكم موفيز هيك اليوم؟ في افلام حلوه بقى. انت بتحب هول الاكشن موفيز؟ في عندنا ايرون مان بعتقد هذا لازم تحضره، ثالث واحد مش هيك؟ التريلوجي. انا محمس كثير على ال 25th اوف ماي بتصور نازل فاست اند فيوريوس 6. مضبوط فاست اند فيوريوس 6 ماي بيست سيريز، هدول بحب احضرهم، رح اكون اكيد من هلا عم بعمل ترتيبات لاقدر احضر هالموفي، وبتمنى تحكوا عنه لانه موفي كثير حلو. وات سيمز هيدي اللي حضرت انا التريلر تبعهم، هيدي كثير رح تكون بركي الاخر وحده. ايرون مان لك، ابو كيس لالي. يلا كثير منيح، ابو كيس لالي.
لا شفت كمان التريلر تبع ابو كيس وما بعرف اذا مزبوط ولا مش مزبوط ابو كيس هلا بنشوف معك بس كثير مهضومه فكره الفيلم بس الي كثير يعني مع ان هي للصغار يعني تذكرت طفولته الي لانه لا بعدها بالرينج تبع عمره الي عمو كيس يعني ما تحطيتها بعد لا بعدها هلا بنشوف شو عندكم لكان وميرسي على الصبحيه كثير حلوه بتمنى لكل المشاهدين نهار كثير حلو قول انا دائما خلال الاسابيع اللي بتقطع دائما عندنا تشالنجز لازم نقطعهم ونقوي قلبنا لنقطعهم ونصلي منيح كرمال نقدر نقطعهم وعندنا اوقات كثير حلوه لازم نستفيد منها وما ننسى انه عندنا اوقات حلوه دائما لو شو ما كنا معذبين يكون عندنا اوقات حلوه نرجع دائما ناخذهم ونتذكرهم بعدين Have a nice day امين ثانك يو وقفه وبنرجع نتابع